ياما فكرت ان انا اتجوزهم 20 يعني، لانه فكرت فيها قوي، ان هي احنا الاثنين عندنا اول بنحب بعض جدا، بحب انا غنت طبعا، بحب كل زميلاتي يعني، بس يمكن شيرين مترقعه شويه كده يعني، مجنونه يعني، فدايما بتحس ان هي ممكن تروح في مطارح يعني، عايزه تجتهد، هي مجتهده جدا وعايزه تعمل حاجات مختلفه يعني. ففكرت وبعدين بتحس يعني احنا في حاجتين يعني بتجمعنا، ان هي اولا حساسه قوي وعندها عندها طول الوقت يعني حب التجديد يعني، عندها تحس يعني هي لما تشوف الشيرينز قبل كده وشيرين دلوقتي هتلاقي في اختلاف، ففي تطور يعني، فانا بحب الشخص اللي بيطور من نفسه يعني.